السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف الأسئلة اللي بتيجي في امتحان الريفت. فبيقول لي architecture then the create room tag family the designer want to the tag to reference to room name. طيب لما بيقول لي عايزين نضيف الروم نيم والنمبر، طبعا مش هنعمل لينك ولا نضيف تكست ولا سامبل، هو البليس اليبل ان ذا فاميلي. تمام، خلينا نخش كده على الريفت. تمام، لو انا عندي اي فاميلي، ماشي، روم هنفعلها عشان تظهر معانا، ماشي، الفاميلي هيت، هقول له edit family. عايز اضيف اي ليبل تحت كده وتقول له edit وتعدل الليبل اللي انت عايزه. فهي اول واحدة اللي هي place a label in the family. طيب بيقول لي لو انت عايز تعمل select لاكتر من family في نفس الوقت، طبعا هو shift shift بختار اول واحدة واخر واحدة، control ممكن اختار كذا واحدة وما يكونوش كلهم ورا بعض، فالشيفت. طيب انا واحدة من دول النوت بلوك، طبعا النوت بلوك ما بقاش التاجات ولا كي نوت انوتيشن، هي الجينريك انوتيشن. طب الجينريك انوتيشن دي ممكن نجيبها منين؟ بكل بساطة ممكن تدخل انوتيت، هتلاقي بقى الحاجات الخاصة بالانوتيت، ان انت تقدر تحط الرمز بتاعك السامبل، هتقول له جينريك انوتيت اللي هو دوت، تقدر تحط اي حاجة من الحاجات اللي موجودة هنا زي مثلا رمز الشمل. هنكمل شغل الأسئلة، فياريت تكونوا مشتركين معنا.